أعزائي الشباب، وبعد أن وقفنا على مقدمات ضرورية وحتمية في فهم فكرة الصهيونية من بيان تعريفها وبيان نشأتها وأسسها وأهدافها ووسائلها، أعتقد أنك الآن عزيزي القارئ بحاجة ماسة إلى الوقوف على مخاطرها، بل في حاجة أكثر، أو أنت في أشد الحاجة إلى الوقوف على آثارها أو إبراز جانب من آثارها على عالمنا الإسلامي. وهذا ما حمله هذا الدرس الذي أقدمه بين يديك، مخاطر الصهيونية وآثارها على العالم الإسلامي. وسأعرض لك تلك المخاطر وأبين لك تلك الآثار في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى إبراز مخاطر الصهيونية، والثانية شرح تلك المخاطر على هامش بيان إبراز تلك المخاطر. أما عن مخاطر الصهيونية وآثارها، إن شئت فقل مخاطر الصهيونية أولا، فإنها كثيرة متعددة، لا يمكن لعاقل أن ينظر إلى الصهيونية دون أن يربطها بتلك المخاطر، أو اعكس والعكس منك صحيح، لا يمكن لعاقل أبدا أن ينظر إلى تلك المخاطر دون أن يتعب، أو دون أن ولا يتعب أبدا في نسبتها أو إعادتها إلى نبعها ومصدرها، فسيجد بين يديه الصهيونية وكأنها تقول هذه بضاعتي ردت إليه. نعم، إن الصهيونية أعزائي الشباب قد تركت لنا مخاطر عدة. هذه المخاطر حملها ما يسمى بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون. إن هذا الكتاب أعتقد أن كثيرا من المحللين والمؤرخين والمدققين والكتاب الذين تناولوا أمر الصهيونية قد أكدوا على أنه مصدر ثالث من أهم مصادر الديانة الصهيونية أو الفكرة الصهيونية. إن بروتوكولات حكماء صهيون كتاب من وضع حاخاماتهم وعقلائهم ومفكريهم، وقد جسد هذا الكتاب كل ما تصب إليه النفسية الصهيونية داخل العالم الإسلامي. هذا الكتاب ينص على أن الوصول إلى وطن قومي لليهود هو بداية العمل على السيطرة على العالم، يعني كأن السيطرة أولا على فلسطين وبناء وطن قومي لليهود هذه هي البداية، ثم ينطلق بعد ذلك الحصول على الهدف العام وهو السيطرة على العالم كله، وما العولمة السياسية تحت شعار النظام العالمي الجديد، والعولمة التجارية والعولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية والعولمة الاجتماعية إلى آخر ذلك كله، إنما هي صورة من صور الصهيونية. قلت لكم في محاضرة سابقة إن الصهيونية تتخذ من كل الأفكار التي تنبع من أفكار قادتها لتحقق أطماعها، فالعولمة والماسونية والقومية وحتى العولمة العلمانية، كل ذلك يعمل على تحقيق هدف صهيوني عام. تجدهم يسلكون كل السبل التي تخطر على بالك والتي لا تخطر لك على بال لتحقيق أهدافهم، وهذه بعض جوانب هذا الهدف العام أو هذه المخاطر التي تحملها كلمة الصهيونية في عالمنا الإسلامي. هذه الجوانب أبينها لك في النقاط التالية. أولاً، من بين مخاطر الصهيونية أنها تعمل على تحريف الأديان السماوية، وقد أشرت إلى ذلك حينما حرف الحاخامات في الكتاب المقدس الذي أطلقوا عليه الكتاب المقدس، وليس بمقدس، إنما هي تلمود، مجموعة شروح ومجموعة آراء للحاخامات حول الكتاب المقدس، وضعوا فيها سمومهم وبثوا فيها أفكارهم المدمرة. إذن هذا هو أهم مخاطرها. الخطر الثاني إغراق أتباعها في الشبهات والشهوات وخاصة المسلمين. نعم، كل من يسير وفق أهوائهم يغرسون فيه الشهوات والميل ويؤججون فيه النزقات والنزوات، فيصبح المسلم الذي يسير في رحاب هذه الصهيونية إنما هو كمن يجر بلا فائدة وبلا هدف
فهكذا نجد أن الصهيونية تعمل على تحقيق هذا الهدف وهو أو تحقيق هذا الخطر يظهر من خلال ما يثيرونه من شبهات، وللأسف تعشش تلك الأفكار في أذهان بعض المسلمين ويكونون أداة نقل ومنبر وعظ بين الناس. أيضا من بين تلك المخاطر سعيهم أي سعي الصهيونية في تمزيق وحدة الأمة الإسلامية، وذلك ببعث روح القومية. إن القومية فكرة تعني أن أبناء الوطن الواحد وأبناء اللغة الواحدة وأبناء الهدف الواحد يجمعهم هدفهم ويكون المحك الأساس لتحريك حركتهم في الحياة ليس هو الدين، وإنما هو ما يجمعهم من رابطة، قد تكون رابطة لغوية وقد تكون رابطة شكلية وقد تكون عادات وتقاليد وقد تكون. ففكرة القومية إنما هي بديل تام عن الفكرة الإيمانية التي رسخها الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هكذا أرادت الصهيونية أن تتخذ من القومية هدفا أو وسيلة لتحقيق خطرها الذي يظهر على عالمنا الإسلامي. كذلك من مخاطر الصهيونية تبني الفرق الباطنية، يعني هناك بعض الفرق التي ظهرت في عالمنا الإسلامي والتي تعمل على غرس فكرتها وتناوي أهل السنة والجماعة في كل حدب وصوب وفي كل واد، إنما هي مدعومة أو مدعومة تماما بفكر الصهيونية، وتهيئ لها الظروف المناسب وتبرزها على حياة المسلمين وتعطيهم الأولوية في كل شيء، ولذلك نجد التناحر بين الفرق. واعلم أن من وراء هذا التناحر تلك الآلة الصهيونية أيضا، والتي لم تقف تلك المخاطر إلى هذا الحد، بل انطلقت لترى من مخاطرها أيضا استغلال قواتهم الإعلامية. إن الإعلام، يكفي أن تعلم أن من يملكون صناعة الإعلام العالمي هم يهود وصهاينة، لذلك يستغلون قوتهم الإعلامية في فرض وجودهم بين الشعوب تحت شعار التسامح والإخاء. أيها الشباب، إن كلمة التسامح وكلمة الإخاء من أعظم ما يستمع الإنسان وتميل إليه النفس، ولكن أي تسامح وأي إخاء يقصدون؟ إن التسامح الذي يقصدون هو أن تعطي أرضك ووطنك وعرضك لأعدائك وهكذا تكون أنت متسامحا. إن التسامح الذي يريدون هو أن تتسامح عن كل مقدساتك وأن تتنازل عن عقيدتك. إن الإخاء الذي يريدون هو إخاء، أي إخاء الإنسانية وليس إخاء الدين وليس إخاء المعتقد. إننا كمسلمين ينبغي أن نحذر وأن لا نقع فريسة تلك الكلمات البراقة التي تحمل في ظاهرها الجمال لكنها تحمل في باطنها الوبال. أيها الشباب، أيها الأحبة، ندرك من مخاطرها كذلك، أي مخاطر الصهيونية، هدم المجتمعات. كيف يكون هدم المجتمعات؟ بزعزعة كيان الأسرة. كما تعلمون أيها الشباب وكما تعلمون أيها الطلاب أن الأسرة هي النواهي الحقيقية للمجتمع، فإذا ما دمرت الأسرة دمر المجتمع، ولذلك عمد الصهاينة على أن يضربوا الأمة في مقتل، في ضرب شبابها وفي ضرب أبناء الأسرة الواحدة، فأهاجوا المرأة على زوجها وأهاجوا البنت على أبويها وأهاجوا الولد على أبويه وأهاجوا الزوجة على زوجته، وهكذا رأينا في الأسرة تفككا تحت ما يسمى بالحرية وتحت ما يسمى بالمساواة. فالمرأة تنادي بالمساواة ونسيت المرأة في بيئتنا الإسلامية أن إسلامها ودينها قد أعطاها من المساواة ما لا يمكن أن تحصل عليه من أي فكر آخر، وأنها قد نالت حريتها ونالت كرامتها في ظل تعاليم دينها. واليوم الذي تتخلى فيه المسلمة عن المساواة والحرية في منظور الإسلام لتنظر إلى المساواة والحرية الوافدة، عندئذ فكأنها تسلم قيادها إلى أيدي أعدائها فتصبح نهبة، بل إن شئت فقل ربما تحصل على الانتحار نفسيا لأنها خاب سعيها وضاع أمنها. من هنا أيها الشباب ننطلق إلى خطر آخر لا يخلو تماما عن هذا الهدف، وهو تطبيع العلاقات
ليضمنوا زوال كل المعوقات لأهدافهم. إنهم يريدون أن يبنوا أفكارهم ويحققوا أطماعهم، فيبنون جسرا من المودة مع أعدائهم، وكأنك وأنت تشاهدهم في الإعلام يبتسمون، وكأنهم حينما يبتسمون ويعانقوننا ويسلمون علينا ويعيشون بين أبنائنا وبين ربوعنا، وكأنهم واحد منا، وكأنه جزء منك. هذه هي مخططهم، هذه من بين مخططاتهم ومن بين مخاطرهم، أنك لا تستطيع تمييزهم عن الكاره لدينك، المعاند لفكرك، وبالتالي فربما تسلم لهم أمرك، وهذا هو سر الخطر. أيضا من مخاطر الصهيونية زرع المنظمات والجمعيات السرية في المجتمعات. نعم، بروتوكولات حكماء صهيون نصت على غرس تلك المنظمات والجمعيات. إننا نريد أن نغرس أفكارنا بين الأمم، وذلك بما نغرس من طوائف ومذاهب وجمعيات ربما تكون سرية أو علنية لتنفيذ مخططاتنا في العالم. إن غرس المنظمات والجمعيات السرية أكبر دليل عليها. جمعيات يهوى، شهود يهوى، وجمعيات فريماسون أو الماسونية، وأفكار أخرى كثيرة، وجمعيات أخرى معلنة، وجمعيات أخطرها الجمعيات السرية على الإطلاق. ولربما تعلن الصهيونية عن بعض المخاطر السافرة أو بعض المنظمات السافرة، وهذا ما تشاهدونه في الإعلام. إننا أيها الشباب يجب أن تعوا تماما مخاطر الصهيونية في تلك المنظمات والجمعيات، فإياكم أن تشغلكم بمظاهرها أو إياكم أن تقعوا في براثنها. أيضا من بين تلك المخاطر التدخل في المناهج التعليمية. إن هذا الخطر هو أخطر تلك أو أنها مظهر من أعظم المخاطر على وجه الإطلاق. ذلك أن ضرب التعليم في بلد ما إنما يعمل على إبراز الجهل والتخلف، وإذا شاع في أمة جهل وتخلف وتبعه مرض سقطت الأمة. ولقد عملت الصهيونية العالمية منذ زمن بعيد، وبالتحديد في العصر الحديث، على أن تغرس بين الأمور الثلاثة الجهل والفقر والمرض، وتؤججها وتساعد على ظهورها فيتضيع المجتمعات، وهذا ما قد نجح فيه. أخيرا من بيان مخاطر تلك الصهيونية أنك تراها وقد أثارت القلاقل والاضطرابات الداخلية في الدول الإسلامية، وذلك بتشجيع أصوات المعارضة في كل بلد وفي كل هيئة وفي كل مجمع، بحجة إرساء دعائم الديمقراطية، ولماذا؟ لتعيق تقدم ورقي الدول الإسلامية. إن كلمة الديمقراطية كلمة راقية، كلمة براقة تحمل في ظاهرها الرحمة لكن في باطلها الدمار والخراب. ولذلك أيها الشباب، ولذلك أيها المستمع الكريم، علينا أن نعي مخاطر الديمقراطية. إن كلمة الديمقراطية كلمة متسعة، فأي ديمقراطية تلك التي يزعمونها على حساب ديمقراطية الإسلام؟ لقد جاء الإسلام بكل الصور التي تعمل على وحدة الأمة وتكاتف كلمتها ووحدة صفها. وعندئذ يوم أن تمسكت الأمة بتعاليم دينها كانت أقوى مما يراه الغرب، بل إنهم يرون قوة الأمة في اتباعها لتعاليم دينها، ومن هنا عملوا على تدميرها بما يسمى بكلمات الديمقراطية، فأقاموا في كل مجتمع وفي كل محفل ما يسمى بالاضطراب أو القلاقل أو المعارضة. كلمة المعارضة كلمة جميلة ويزجونها في الإعلام ويرفعون قيمتها في الإعلام، لكنهم يهدفون بها معنى آخر، وهو إسقاط الكيان الإسلامي وإحلال الكيان الصهيوني لينال قيادة العالم، وهو هدفهم العام. ماذا إذن عن الصهيونية وماذا عن موقف الإسلام والمسلمين منها؟ هذا ما ستحمله الصفحات التالية.